الحريق تبين الحريق كبير، وفي محلات طبعا عطور وأواني منزلية وجلود، وفي أماكن يعني كان فيها سقوط للأخشاب الأسقف الخشبية، وعلى أثره طلب إسناد من فرق الإطفاء إلى ما وصلت إلى 8 فرق إطفاء طبعا كافحة الحريق للحلول دون انتشاره إلى المحلات المجاورة. طبعا تواجد سيدي معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد نواف الصباح لمتابعة تفاصيل الحادث الذي كان بقيادة سيدي سعادة الفريق خادر راكان المكراد رئيس قوة الإطفاء العام.